بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول إعداد لغات، إزيكم يا أبنائي؟ عاملين إيه؟ رب يكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله نحل نسمع 3 ميت سيني باي تشارلز فروم المعاصر بوب. Look at with me about first question. We know the pie chart is a circle divided into sectors based on percentage. يعني عبارة عن سيركل بنعملها divided into parts. The percentage of frequency in each group distribution. نوزع عليها ال percentage اللي عندي. كلهم بيكون مجموع ال percentage. Sum of percentage of circle sectors 100%. Page 163 by Chartis. Look at with me about this question, which is number one. The sum of the measure of accumulative angles around the center of circle equals 360. كل الانجلز اللي عند السنتر بالنسبة للسيركل كلهم الجميع عند بوينت السمشن بتاعهم بيكون 360 degree. Question number two, the measure of center angle of the sector whose area is force of the area of circle. طيب الفورس ده بنجيب الفورس ويردكت باي 360. يعطيني الريزلت 90 degree. Question number three, the opposite pie chart represents distribution of sports activities for students in school. If the number of students is 1200 students, then the percentage of students presentation football. فوتبول عشان نجيب يا مستر الفوتبول لازم نعمل لهم بلس كلهم subtract 100%. يبقى انا هقول 100% subtract by 30% plus 10% plus 25%. هسيبهم كلهم يعطيني 35%. ده question number one letter A. هنا first يبقى first 35. Which are اللي بعده second the measure of central angle of the sector of represent students in handball. الهاندبول كان 30%. يبقى عشان اجيب يا ولاد number بقول 30 over 100 دي 30%. عايز اجيبها هنا، عايز احسب يا مستر الانجلز بقى السنترال انجل. الانجل تبقى بكام؟ يعني خد بالك الفيجر موجود اهو، عايز اجيب السنترال انجل هنا. فانا بجيب البرسنتيج اللي عندي ده تايمز 360 اللي هو السم اوف ميجر اوف كيوريتيف انجلز اراوند ذا سنتر اوف ذا سيركل. يو نو ذا سم اوف ذا ميجر اوف كيوريتيف انجلز اراوند ذا سنتر ايكوال 360. And if you want to find the measure of central angle of the sector representing the student's percentage of handball, you must find the percentage first product was 360. So the result will be 108 degree. Question number five. About third. Okay, now we will solve third. The number of student percentage is swimming. Swimming hair percentage was 10%. Over 10 over 100 product by the total number 1200. Then the result will be 120 students. Next question, table in sport in teams. Question number two. In teams, this match, a player hit 15 smashes distributed at showing in table of the draw pie chart for distribution. يعني احنا عايزين نجيب باي شارت، نقسم باي شارت بيمثل فيه عدد الضربات اللي سجلها كل ايه؟ كل فريق. عندي هنا فيرست والسكند والثيرد. عندي كلهم التوتال كان 15، يبقى انا هجيب هنا المجموعة الأولى سجلت كم ضربة؟ هنا 7 والسكند كان 3 والثيرد 5. تبقى أنت عندك الصم أول خطوة بتجيب المجموع اللي هو 15. بعد كده بنجيب ذا سنترال أنجل
F1 اللي هو first هيساوي، عشان تجيب ال first تاخد 7 over 15 times 360. تمام؟ تحسبها وبعدين تجيب برضه سي اوفر 15 تايمز النمبر اللي عندك وهكذا. تمام؟ واضح كده السؤال؟ بعد كده اجيب سنترال انجل اوف سكند وسنترال انجل اوف ذا سيرك. هنا بناخد الريشيو تايمز 360 وهنا تايمز 360. هنا كان السكند 3 سماشز، الهيت عندي الضربات كانت 3 فروم 15 وهنا الثيرد كان 5 اوفر 15. نوجد الريزلت كل واحدة وبعدين نعملها جلوبنج، الفيرست 168 ديجري والسكند 72 ديجري والثيرد كانت 102 ديجري. طب ازاي نرسمها يا شباب؟ هنعمل هنا سيركل ويوزنج كومباس ونزل درو the radius the first angle 168 and second 72 168 and 72 here. ممكن تبقى كده 162 here first من 72 كده حسب ما بيطلع عندك الكومباس والبروتراكتور. يعني الفيرست تاخد من 0 168 دي كلها، بعد كده السكند هتاخد من 0 لحد 72 كده، وبعدها 120. طيب الكوشن اللي بعده نمبر 3. If the favorite sport of 100 series is shown in the opposite table represent unit data by chart. نفس الفكرة، أول حاجة لازم نجيب الصمشة اللي 160، بعد كده بنجيب and the central angle of football هتاخد ال 96 divided the number كله اللي هو 160 times 360. بعد كده بنجيب السكند لسويمنج هنا 16 over 160 times 360. وهنا الثيرد للفولي بول هتاخد برضه الريشيو بتاعتك اللي هي 16 over 160 times 360. Last one اللي هو الكاراتيه we can write 32 over 160 times 360. نحسب الريزلت كلها، هنا يطلع الأول 216 وهنا 36 و 36 برضو يعني زي فوق. تبدأ نحسبها تطلع 72 ديجري. بعد كده بترسم بقى عادي السيركل بتاعتك وبالرولر تمسك البروتراكتور وتقيس كل زاوية، بس سيب الانجل دي الاخر اللي ديت ريفلكس انجل سيرفنس خد 63 هنا 0 ل 63 وبعد كده برضه 36 وهنا 72 والانجل الاخيره بتسيبها موجوده زي ما هي ما بترسمهاش. تكمل بقى الباقي، بتكتب كل واحده الانجل بتاعتها ترسم بشكل كبيرة وتنظف شوية. كوتشن نمبر 4 برضه نفس الطريقة، هتحلها بنفس الطريقة ماشي. بتجيب المجموع يعني السمشن وتعمل كل برف ديفايدد، يعني نجيب السنترال انجل خالد تقول 8 اوفر المجموع كله تجمعهم 8 بلس 12 بلس 20 بلس 10 يطلع بسيرتي، بتعملها تايمز 360. يبقى انت بتجيب هنا سنترال انجل 1 سنترال انجل 2 سنترال انجل 3
هنا بالنسبة للأنس 12 over 30 times 360، وهنا برضو 10 over 30 times 360. هتحسب كل أنجل يطلع معاك 96، وهنا 144، وهنا 120. اسم السكر تيجي في الميديان تعمل 97 كده 96، واللي بعدها 144، واللي بعدها 120. نجيبها بالتراكتور تقيس بالتراكتور بتاعتك بالمرقلة وتحسب كل قياس وتحسب. الكوتش اللي بعده برضه نفس الطريقة، مش هجيب السنترال 1، هاخد 15 عايز امثله بقى شرط، يعني هجيب سنترال 1 هتجيب هنا 15 اوفر 100 تايمز 360. سنترال انجل 2 برضه نفس الفكرة 40 اوفر 100 تايمز 360. سنترال 3 2 اوفر 100 تايمز 360. بعدين 15 وبعدين 25، يعني 25 اهو. بعدين هنا 10 اوفر 100 تايمز 360. سنترال بقى 5 باخد برضه 10 اوفر 100 تايمز 360. تحسب بقى كل ريزلت عندك، شوف الفاليو بتاعه كام. الفيرست هيطلع معايا 54، نشيل ديجري وهنا نشيل زيرو 144، وهنا 90، وهنا 36، وهنا 36. ترسم السيركل بتاعتك، تاخد الانجل الاولانية 54 من 0 54 هنا، وبعدين ناخد من 0 144 من 66 و 66. نفس الكلام يا ولاد، كل دي مسائل بنفس الطريقة. تعالى نشوف مسألة مثلا اللي هي كويشن 7، عشان تجيب النمبر اللي ناقص هنا في التيبل هتعملهم بلس كلهم، وقلت تعملهم سبتراكت فروم 100% يطلع لك اللي هنا الناتج 15%. كويشن 7 بتكتب 15% في التيبل وترسم برضه عادي نفس الطريقة، هنا نفس الفكرة تعملهم بلس كلهم وتنقصهم من 100% فيطلع معاك الناتج 15% برضه. نرسم برضه بالأدوات بتاعتك، أمور سهلة جدا. هنا بقى رسمة بيقول لي كوتشن نمبر 9 عايزك تعملها بشرط، فأنت من كوتشن نمبر 9 هتحسب الأول. طبعا هو بدل ما يعملها في التيبل عاملها في رسمة، نفس الفكرة هتاخد الفيرست اللي هو 20%، يعني عندي هنا سمر وينر رين اوتوم. نفس الطريقة يا ولاد هتجيب السنترال انجل 1 سنترال انجل 2 سي 4 بنفس الطريقة. بالنسبة مثلا الوينتر تاخد 35 over 100 تايمز 360، وتكمل باقي الباقي نفس الطريقة وترسمها عادي خالص مش أي مشكلة. هنا برضه نفس الفكرة، لازم تجيب السمشن كلهم تجمعهم للكوشن نمبر 10 وتشوف تقسم بقى كل واحدة على المجموع كله. يعني كوشن نمبر 10 هنجيب هنا السمشن تجمعهم 9 بلس 10 بلس 6 بلس 7 بلس 4 بلس 6. تجيب بقى السنترال انجل 1 ازاي، تاخد ال 9 ديفايد بالتوتال اللي هو 36 تايمز 360 وهكذا، والسكند تاخد ال 10 ديفايد 360 تايمز 360 وهكذا. طيب الكوتش اللي بعده 11 ده بيجيب تعمل رسم، هنا بنضطر ان احنا نعمل تيبل ونوزع فيه البيانات اللي عندي هنا، الكالر سليبنج وسكول ومور وانترتينمنت واذر. طبعا هو مسجل البيانات، انت هتطلع البيانات الموجودة خد بالك من زيرو لحد 30 اللي بعدها، هتنقص بقى 55 من 30 هنا 25. دي مختلفة عن المسائل اللي فاتت، ان انت ال 55 دي بادئة من الزيرو، فانت عشان تجيب اللون الاصفر ده هو 55 ماينس 30 يديك الناتج اللي هنا البرسنتيج بتاعه كام. ماشي، فاحنا نعمل تيبل كده نوزع فيه البيانات بتاعتنا ونرسمها. دي بس فكرتها اللي هي كوتشن نابل، يعني انت ما تتخدعش وتاخد البرسنتيج اللي عندك، لا انت عشان تجيب مثلا السليبنج خلاص بسيرتي، لان هي بادئه من عند الزيرو.
اللي بعدها سكور عندي 55 ماينس 30 تبقى 25. بعدها الهوم وورك عندي هاخد 65 ناقص اللي قبلها يعني ناقص 55 تعطيني 10%. وبعدين هنا ال 85 ماينس 65 دي 20، البرسنتج اللي بعدها 20 اللي هي ايه؟ الانترتينمنت اللي هي الترفيه. الأخيرة بقى اللي هي الأزر 100 subtract by 85 تنقص دول من بعض فيديك 15%. بس دي فكرة المسألة 11، دي فكرتها. أنت ما تاخدش كل ريش اللي هو كاتبها، لا أنت عندك من 0 ل 60 بعد كده الأصفر ده هتنقص ال 55 minus 30 وخلاص، وبعدين ترسمها عادي بقى، تجيب السنترال أنجل 1 اللي عندك اللي هو 30 over 100 اللي 30 بت ستيج تايمز 360. خش اللي بعده نمبر 12. The bar graph shows the contributes of three partners in thousands. Represent برضه البيانات اللي عندك عايز تمثلها. انت هتجيب اول حاجه مجموع بالنسبه لاسهامات كل شركه، تجمعهم كلهم اللي هو السم. عندك اول واحده هنا كانت 3، الاسهام بتاعها 3000. جيب سبيرة، والشركه اللي بعدها كانت 5000 واللي بعدها كانت 1000. يبقى هنا 9000 جيبسون يعني مجموع الاسهمات. تبقى تجيب بقى السنترال انجل 1، هتاخد ال 3 دي الحل بتاعك اللي هو الاسهم عند 3 اوفر 9 تايمز 360. والسنترال انجل 2 تاخد برضه 5 اوفر 9 تايمز 360. والسنترال انجل 3 تاخد 1 اوفر 9 تايمز 360. هتحسب النواتج وتقوم راسم سيركل كده وتجيب فيها المجر، يعني الاولى تطلع 40 40 تايمز 3 يبقى 110، وهنا 40 تايمز 5 200، والثيرد تبقى 40 ديجري. طبعا بتسيب الانجل دي الاول كبيره اللي هي الايه الريفلكس، بتسيبها تبدا مثلا ب 120 وبعدين تاخد الانجل الثانيه اللي هي 40 والباقيه طبعا لان البروتكتور ما فيش فيها ريفلكس. كوشن نمبر 13 زيها بالظبط بس مقلوبه عادي، يعني مش مشكله، انت هتجمع الاول الاسهامات اللي عندك او تشوف كل خط يعني الايدج بتاعته كام. عندك هنا من الزيرو او الدي كانت عند 5 من 5 واللي بعدها 15 واللي بعدها العمود ده رايح لحد 20 واللي بعدها لحد 10. هنعملهم بلس كلهم مع بعض يعطينا 50. تعالى بقى نجيب السنترال انجل 1 نسيب ال 50 تاني وناخد هنا 5 تايمز 360. سنتر انجل 2 اللي 15 اوفر 50 تايمز 360. هنا ناخد 2 تايمز 50 تايمز 360. سنتر انجل 4 تاخد 10 اوفر 50 تايمز 360. وتحسب كل واحدة على الآلة الحاسبة وتطلع الناتج. هنا 72 ديجري اللي بعدها 5 اوفر الأولى كانت بكام؟ 5 تايمز 66 اللي بعدها 15 تطلع معايا 108 20 تختصر تطلع معايا 144 72. بعد كده بترسم السيركل بتاعتك كده، تاخد السنترال انجل ترسمها الاولى 66 والتراكتور بتاعتك 108 هنا 72 هنا 108 140. دي اسئله بقى على الرسومات كوتشن 14. The object by chart shows the percentage of calories Sally had in her meals in one day. If Sally had 2500 calories that day, how many calories did have at the dinner? طب الدينر عندي 32%، يبقى ناخد 32% هي 62 over 100 times the total اللي هو 2500 calories. احسبها يطلع الناتج 800 calories. 800 calories.
تمام، يبقى الكالوريز كلها 800. بعد كده we'll find the measure of the center angle for the fast sector. طيب هنا المطلوب التاني انا عايز اجيب بالنسبة للبريكفاست الريشوراند التالت 18%، يبقى 18 over 100 times 360، يطلع معايا 64.8 degree. question number 15، هنا بيقول لي the opposite graph represent broadcasting of TV channel for 10 hours in a day. Calculate percentage of the broadcasting hours for internet main shows. Find the measure of center angle. طيب المطلوب الأول تعالى احسب percentage الناقص اللي عندي، هنعملهم بلس كلهم وننقصهم من النمبر اللي عندي. تمام؟ ولا كان عددهم 200 اور، عايز يجيب هنا الكالكوليت برسنتيج. طيب عشان تجيب برسنتيج بتاخد البارت اللي عندك بالنسبه للبرودكاستنج. فين برودكاستنج؟ هنا اورز فور انترمنت شوز اهو كانت 3. تمام، يبقى انت عندك تاخد ال 3 ديفايدد السم الاورز كلهم تايمز 100 برسنت، عشان تحولها للبرسنت تعمل تايمز 100 ديفايدد 100، شيل الزيرو مع الزيرو يطلع معاك الحل 30%. ده المطلوب الأول. المطلوب التاني find the measure of center angle of culture to sector. culture عندك كان 4، يبقى تقول 4 over 10. المرة دي عايز أجيب السنتر الأنجل بقى، تعمل 360 يديني الناتج 144 degree which is 16. plot type distributing. The opposite chart illustrates the blood type distributed in a group of people 2,800,000 تحت الدم. Have أنواع الدم طيب إيه؟ How many؟ هنا بيقول لي 2,800,000 person have blood type من نوع إيه يعني؟ فاهم؟ يعني نوع إيه كان عددهم ب 2,800,000. طيب أنت عشان تعرف how many persons عدد الأشخاص كلهم بتعمل إيه؟ هو بيقول لي إن الـ إيه كان 35%، 35% من التوتال نمبر البيرسونز كلهم كان 2,800,000. فانت عشان تجيب التوتال نمبر هتاخد 2,800,000 divided by 35%، السم على بعض يعني يطلع الناتج 8 مليون. النتيجة هيطلع معايا 8 مليون. ماشي، يبقى انت كده حسبت التوتال بيرسون، يبقى ذا نمبر اوف بيرسون كلودد شمالهم التحليل، تحليل دم كان 8 مليون، لان قال لي 35 من التوتال كان 2,800,000. عشان تجيب التوتال للبيرسون هتجيب 2,800,000 ديفايد الكوفيشنت اللي هو 35%، يطلع معايا 8 مليون بيرسون. دول عدد الاشخاص كلها. رجع بعد كده المطلوب الثاني بيقول لي هنا how many person blood type AB نوع AB كام؟ AB كان ال percentage 10 over 100 دي 10% from 8 مليون. نشيل ال double zero مع double zero واعمل 10 times ال number اللي عندي 1 2 3 4 5، يطلع عندي هنا حل 80,000 ال 800 زيرو كمان اهو، يبقى 800,000 1 2 3 4 5، يبقى الناتج هيكون 800,000 person. يبقى عدد الأشخاص اللي فصلت الدم من نوع AB كانت 800,000، والتوتال عدد الأشخاص اللي قاموا بتحليل دم 8 مليون. question 17، the opposite figure represents sales of stores in historical events during the first 5 months of the year. If the sales in May is 150,000, you say here, what is the what were the sales in March? طيب انت عندك البرسنتيج كله، هتجيب الاول في جانيوري الموجود في مارس، فايز مارش كان 25، فهو بيقول لك كان في شهر ماي، في شهر ماي اللي هو 10% يعني 10% from التوتال كله من عدد المبيعات كلها كان 150,000،
فاهمين؟ 10% from التوتال، يعني 10% من المبيعات، 10% من مبلغ المبيعات كله كان 150% بيمثل شهر ماي. فاهمين يا ولاد؟ يعني دي مبيعات شهر اللي هو المانث اوف ماي كانت 150,000، لو البرسنتيج كانت بتمثل ايه؟ 10%. فاهمين؟ يبقى 10% من التوتال كله كان 150,000، ده مبيعات شهر ماي. فاهمين كده؟ يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن سال ستورز، مبيعات مخزن للأدوات الكهربائية أو الأجهزة الكهربائية الإلكترونيات. فبيقول لي إحنا في شهر ماي بعنا 150,000 من التوتال. ليه عرفنا كده؟ لأنه قال لك شهر ماي، وشهر ماي في الجدول جايب 10% أهي، شايفها؟ فأنت عشان تجيب التوتال ماني أو السالري كله كان بكام؟ لازم تاخد ال 150 الأول 1000 divided by 10%، هتبقى 150,000 divided 10%، يعني divided 10 over 100، يبقى عاملين برودكت 10، يبقى الناتج يزيد زيرو اهو، يبقى الناتج هيكون ايه؟ مليون and 500,000 Egyptian. ده المبلغ كله اللي هم باعوا بيه، ماشي؟ يبقى ده التوتال المبلغ المبيعات خلال كام شهر؟ 5 months. تمام كده؟ يبقى مليون and 500,000، ده التوتال. طب انا هو يجي قال لك ايه بقى في المطلوب الاول؟ المطلوب الاول بيقول لي هنا عايزين نجيب في شهر مارس المارش. طب عشان نجيب مبيعات شهر مارش نجيب في مارس ازاي؟ ناخد الريشيو او البرسنتيج للمارش اللي موجوده، نسبه المبيعات في شهر مارس هي 25% تايمز النمبر كله اللي هو مليون and 500,000، عشان ضرب الزيرو مع ضرب الزيرو ننزل هنا 1 2 3 ونعمل 15 تايمز 25، يطلع معايا 375. يبقى هنا 375,000 جيب سلي، ده شهر ايه؟ مارش. بعد كده المطلوب التاني find the measure of central angle for January sector. طب الجانيوري عايزين نجيب ناقص، خد بالك الجانيوري هتعمل 20 بلس 25 بلس 15 بلس 10 subtract by 100 تديك 30%. يبقى عشان تجيب بقى الانجل سنترال انجل تبقى 360 تايمز 30%، نضربهم في بعض هيبقى هنا دبل زيرو مع دبل زيرو تبقى 3 تايمز 16 108 ديجري. كوتشن نمبر 18 اونلاين شوبينج، هنا بدل ما يجيب لك تيبل جاب بيانات وعايزك تعملها بالباي شارت، فانت هتعمل تيبل ليك او تحلها مباشره مفيش مشكله. الفيرست سنترال وان بالنسبه للترافلنج اللي هي 50% 50 اوفر 100 تايمز 360. سنترال انجل 2 كان عندي هنا برسنتيج 20% هنا اللي بعدها 15% سنترال انجل 4 اوفر 100 تايمز 360 والاخيره فور هوم فانكشن اللي هي 5%، وتكمل بقى الحل بتاعك عادي يعني، احسبهم وترسم صار مباشر يعني. برضه دي اسئله كلها مباشره، بس هنا بتجيب السبمشن الاول يعني الكوتشن اللي بعده عشان تجيب السنترال انجل 1 اللي هو نمبر عام 200 ده. السنترال انجل 1 هتجيب المجموع كله اللي عندك وتقول 900 ديفايد السبمشن تايمز 360. طب مجموعهم تقول 900 بلس 1200 بلس 2700 بلس 2400 يطلع معاك 7200. خلاص وتكمل بقى الحل، تجيب كل السنترال بتاعتك وتحلها. كذلك برضه المسألة اللي بعدها نفس الطريقة، هنا تقول 6 divided السم عشان تجيب السنترال قبل 1، هنا تديني ب 40 أو 30 يبقى 6 divided 30 times 360، وهنا 16 divided 30
360 سنتر 3 8 اوفر 30 تايمز 360، ده برضه هتطلع بياناتك من الرسمه تكتبها وترسمها باي شارت. طيب في creative thinking represent by using دو كوتش انتوني 3 يا ولاد. عندك هنا الاكس والواي والزد الريشيو بينهم 3 و5 و10. فانت عشان تحل المساله هتعمل بلس للبارتس كلها وتجيب الفيرست سنترال انجل 3 ديفايدد باي 18 اللي هو مجموعهم تايمز 360، والسنترال انجل 2 تبقى 5 اوفر 18 تايمز 360، والسنترال انجل 3 تاخد ال 10 اوفر 18 تايمز 360 وترسمها عادي، يعني مفيش أي مشكلة. تعالى نشوف بقى هنا الكويشن اللي معايا نمبر 1. In a survey of 2,000 girls about their favorite hobby, a showing of the pie chart, what is the most preferred hobby؟ أكتر حاجة عندي واخدة نسبة كبيرة اللي هي الإيه؟ الدروينج، يبقى ناخد letter A. Question اللي بعده B أو second، what is the measure of center area corresponding to the sector؟ reading اللي عندك كان بكام؟ هتعملهم بلس كلهم وتنقصهم من 100 degree. طبعا هو عايز هنا الدرجة. their reading ريدنج سكتور عند 76 و 98، دي درجات يا ولاد. طيب انت هتعمل ايه؟ هتعمل الدرجات تجمعها وتنقصها من 100 من 360 وتحولها لبرسنتيج، ماشي؟ يبقى انت هتقول كلهم بلس وتنقصهم من 360، انت دي كوميونيتيف انجلز يبقى 360 سبتراكت باي 145 بلس 76 بلس 94 يطلع 45. عشان نحولها بقى ال 45 دي من طبعا 45 ديجري، الدرجة كانت 45، وأنت عايز تشوف البرزنتيشن. طب هما كلهم كان 2000 جيرل، عددهم 2000، تمام؟ فال 45 جيرلز هي خلاص موجودة دي تربية ولا دي تربية. ركز، أنا هنا هو عايز الإيه؟ السنتر أنجل، مش عايز البرزنتيشن، تمام. الكويشن اللي بعد نمبر 3، which hobby approximately قريبة من الفورس، قريبة من الربع يا ولاد، من الرسمة كده اللي هي الميوزك ولا سويمنج؟ سويمنج 94، لأن أنت عندك هتاخد هنا لتر بي هي السويمنج، لأن الفورس بتبقى 90 ديجري، يبقى قريب من 90 ديجري اللي هو 93 اللي هو مين؟ سويمنج. الكوتشن اللي بعده ذا اوبزيت My chart shows the number of books read by 330 in school. How many students read fewer than قرأ أربع كتب على الأقل؟ من اللي قرأ أقل من إلا أربع كتب؟ في قراءة كتاب وفي قراءة كتابين وفي قراءة ثلاثة، دول يعني بيقول لي قرأ fewer than أقل من أربع كتب. كم طلبة قرأوا أقل من أربع كتب؟ فاللي قرأ كتاب واحد كان 22%، واللي قرأ كتابين تو بوكسز 26%، واللي قرأ ثلاث كتب اللي هي 29%. هنعملهم بلس كلهم 9 بلس 6 بلس 2 17، 7 دي كده 1 3 بلس 2 5 5 بلس 2 7 يطلع 77%. طيب 77% من التوتال نمبر هاو ماني سيلف هو زاد اللي هو كان هنا ايه 300، يبقى 77 over 100 بنعملها تايمز التوتال نمبر كله. قول 3 times 7 21، 1 على الكاري اب 2، 3 times 7 21 بلس 4 2 23، يبقى الناتج يطلع 231. لتر سي بوتشن نمبر 2، فهمت يا ولاد؟ يبقى انت اول حاجه في الاكزامبل ده هو قال لك هنا في يور زاد 4، يبقى اللي اقل من 4 هتجمعهم لقراءه كتاب وكتابين وثلاثه بلس و تضربهم بقى في التوتال عشان تجيب ايه النمبر اللي السورس. الكويشن اللي بعده
نمبر 3 وين ريبريزنت ذا فولوينج تيبل، عايز هنا بيجيب سنترال انجل كورسبوندنج سيكتور اوف كافي. الكافي اللي عندك كان 150، هتعملها ديفايد للتوتال نمبر، تجمعهم كلهم ال 150 و 350 وال 100، كله تايمز كام؟ هنجمعهم كلهم اهو تايمز 360 عشان تجيب السنترال انجل. يعني هتقول هنا 150 ديفايد باي 150 بلس 350 بلس 100، والنتيجة اللي تطلع تايم 360 تطلع 90، تطلع معايا 90 تجريب هي لتر بي. خش اللي بعده نمبر 4، the following diagram represent by chart of families separation or monthly expenses was the monthly income 12,000 جنيه سبيرة، دخلهم الشهري 12,000 جنيه سبيرة. How much are monthly expenses the treatment؟ التريتمنت عندي هنا عشان اجيبها بجيب الاول برسنتيج واعمله find the 12,000. طيب برسنتيج هنا هقول له 100% subtract the sum of the number 100 subtract by 65 plus 15 بلس 15 بلس 25 يطلع معايا ب 10%. بتحلها تقول 10 اوفر 100 تايمز التوتال اللي هو 12,000، تنسل دبل زيرو مع دبل زيرو يطلع ناتج 1200 جبس ليرة اللي هو لتر بي لكوتش اوف 4. كوتشن نمبر 5، the following by chart represent result of service to beverage subject for 700 students per 50، يعني ل 700 students. تمام، وهنا بيقول لي what is the percentage of language sector، language sector اللي هو الناقص ده عايزين نجيب percentage بتاعه، هتعملهم بلس وتنقصهم من 100%. تمام، فاهم؟ عشان تجيب الجزء الناقص ده تقول 100 subtract by 22 بلس 37 بلس 35 يطلع معايا 6%. يبقى اجابتك اول واحده 6% اللي هي لتر A. السؤال اللي بعده، how many students were surveyed؟ surveyed اللي عندي الناتج هيكون بكام يا ولاد؟ هنا هما كلهم جاب العدد ب 700، لا قال لك هو عايزين كل الطلبة. طيب بص، هو قال لك هنا ال 700 دول اللي كانوا في الساينس، يعني الطلبة اللي بيحبوا الساينس كان 700. افهم الكلام كده. تاني حبيبي بص، السكند كويشن بيقول لي عدد الطلبة كلهم كام اللي بيقبل عليهم الاستفتاء. يعني انت عندك الساينس كان 700 students بيحب الساينس. طيب الساينس البرسنتيج كان بكام في الساينس؟ كان 37 35%. يبقى 35% product by التوتال نمبر اللي هو m هيديك 700. يبقى التوتال نمبر هقول له 700 ده divided by 35%، يبقى 700 times the product يبقى 100 over 35، هنا تبقى 20 و times يبقى 2000، يبقى التوتال نمبر اللي هو طالبه يبقى 2000. فهمت الطريقه؟ يبقى لما يجيب لي عدد معين من البارت بقسمه على البرسنتيج بتاعه يديني التوتال. يبقى اجابتك لتر دي الكويشن اللي هو ايه سكند. طب سيرد، هاو ماني ستودنتس بريفير ذا لانجويج، بيحبوا اللغه لانجويج ستادينج لانجويج في ذا لانجويج يا مستر اللي احنا جبناها في الاول اللي هي كانت 6% صح؟ يبقى المطلوب الثالث، انا عايز اعرف كم طالب بيحب اللانجوج بيرفورمد ستارنج لانجوج. هما كانوا 6%، يبقى 6 اوفر 100 هي 6% تايمز التوتال هو 2000. شيل دبل زيرو مع دبل زيرو 2 تايمز 6 12 يبقى 120 students، يعني تاخد لتر A. السؤال اللي معايا لتر نمبر 6، هنا بيقول لي كريتيريا كرييتيف
thinking which shows the form distribution represents of the pie chart. مين في دول بيمثل الحل؟ انت ركزت هتلاقي البارت الكبير اللي هو البرتقالي موجود معانا في لتر بي، وبعديه الاخضر اللي هو الجرين، هتاخد لتر بي. يبقى اجابتك لتر بي لان هو الترتيب كده، ده كلرد وبعدين الجرين، يبقى اجابتك لتر بي للسؤال ده. كده خلصنا من الدرس، اتمنى اكون فهمت يا شباب. الحمد لله كده خلصنا الكتاب المعاصر شرح، هنبدا نشوف الفتره الجايه برضو نخلص التيستس الموجوده موجوده في الكتاب المعاصر. خلصنا برضو يا اولاد الكوميتيف اسيسمنت والمراجعات كلها في الكتاب المعاصر الصغير ورك شيت، ان شاء الله لسه الامتحانات النهائيه. اتمنى تكونوا فهمتوا، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.